نقعد واحنا كتب الجوائز وكنا لا نجيبوا الكؤوس وقالت لنا ادارتكم ان الكؤوس انهم ما عندهم بلد ينطرحوا فيه. بخصوص نقطه الكؤوس هذه سيد الرئيس عذرا على المقاطعه عليكم، بخصوص مساله الكؤوس يعني الاتحاد او الجماعه الحاليه الحاكمه في الاتحاد تتهمكم باعلنهم الموارد الاقتصاد الموارد الماليه للاتحاد على انها قاعده ما تخول من الجوائز عليكم انتم، هم اللي خلقتوها ذيك الساعه، هم اللي زدتوا بها الفوضى وزدتوا بها يعني قسم الاتحاد اكثر مما هو مقسم. طيب لا نجيبك على هذا السؤال غير ما تكملت لك قضيه القضاء. تفضل. القضاء اول حد قاسوا ذيك الساعه ودخلوا ذي الرمايه اللي من الحمد لله من 1981 هي تخبط ما قط قاس بها حد باطل لا محضر شور الشرطه. اول حد قاسوا بها هو الرئيس السابق. هو اللي قاسه وموجب ذاك القرار اللي يلقى بها انتخاباتي انا في نص. هو حد رفع قضيه. هو اول حد رفع قضيه في ذلك قالوا الرمايه هو. ما قط رفع احد. ذا الامانه ذا كل حد يعرفه. وبموجب ذيك القضيه هي اللي نقضت المكتب اللي انا راسه انا في نص مأموريته. هذا من جهه، من جهه لسؤالك ذا اللي قلت. انا ما نمول شيء من راسي. انا رجل اعمال. يقال اذا اعطيت في الرمايه ما قد زقلتني وقيه واحده من مالي انا الخاص. يقال مولي ما قد قبضت منها هي وقيه. شنو هو؟ عندي مقر كاريه، مقر كبير. وعندي 12 عامل تخلص ومرق هذه اللائحه اللي عدلته في برنامجي. الرامي يخلص 2000 وقيه بدل ورك يخلص 5000 زياده، حق بعد. والمشاركه 60000 بدل من 20000 ضرك، 120000 ضرك. والمشاركة في الدورات 80000 بدل من 200000 ضرك. آخر دورة 200000. والذخيرة اسمح لي أما فاتوفة. 300%. اسمح لي. الذخيرة العمارة 150 بدل من 300 وشي. الزيادة قاعة أكثر من 200% وأكثر من 100%. ثانيا ما فيه دورة تخلق أسوأ هي شن هي. ما نعطي فيها جوائز ما تقل عن 1,500,000. هذا في جميع الدورات. ونشجع الفرق اللي 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 فايزة في الدورة اللي عاقبة انها ما تخلص ما تخلص مثلا في الدورة الجاية اللاحقة، المباراة اللاحقة ما تخلص فيها. هذا معدل كامل من موارد الاتحاد. هذه الفضل اللي تخلص من موارد الاتحاد. ما عندنا بيجي من عند الدولة. ما هي عطيتنا 5 وقيات. وانا قلت لك اني انا فرضتي انا الخاصة بي عندي اني ماني منظمة خيرية لا نعطيها الاتحاد. ذي الفضل عنده اللي قلت لك ذول ما داخل ذا هم معدل منهم ذا كامل ومعدل منهم وتبقى الفضة مطروحة. تبقى فايض من الفضة مطروح. معناها الاتحاد اللي خاص وعن يولي ذي الصفه ما معناها اني انا عندي اعصا سحريه اني نقدر نمشي بذي الحاله للتراعي فيه من الرجل. لا ما فيهم ما يقدر يعدل لنعدل انا. ما فيهم حد ما يقدر يسير الاتحاد بصفه معقوله ويعود يبرد عليه الورك الناس. هذه 77 فريق بس من حاله تقدر تشارك. اذا كان يقول لك عضو المكتب التنفيذي ما هو لا يتخليها تشارك. انا لين نعود نعرف انك مالك معايا وانا هو الحكم وانا هو الخصم. ماني لا يخليك تدخل لا انت من عدل القوانين. هاي القوانين اللي ذكر لك هو احنا ما لنا عالمين بها ولا لنا معترفين بها. الاتحاد اللي عنده مشي هاو المقررات اللي في نظامه الداخلي ونظامه الاساسي اللي موقعين الوزارات ثلاثه والله ذا المرسوم. قانون اخر ما هو خالق ذيك جمعيه واحنا قاع ما تعنينا. يعني لماذا لم ترجعوا الى الوزارات الوسطى؟ انتم ما تلقى قدامكم ياكم القضاء جيتم الشورون انتم اجبار بينكم انتم هما ما قد يخرج. لماذا لا ترجعوا الشور قضيه الوزارات الوسطى وتطرحوا لي اشكالياتكم هذه كان يعطوا ولايه اجباركم حلول لهم. طيب شكرا. الوزارات الوسطى ذا اللي يعنينا منهم وزاره الثقافه. وجيناها ومعدلين رساله لا نعطوها الوزارات الاخرى اللي هي الداخليه والدفاع. واحنا نختار نقول لك ان ذي القضيه ان ماسكينها ولا ان قابلين يخلق فيها يكون شيء مسقم. نختار نقول لك ان بلغ السيل والزباء احنا الظلم الحقنا منه مرحله اللي ما تلينا مستعدين اعلنا نظلمه مره اخرى ولا ان قابلين نظلمه. هذه الفرق الذهي
الدورين صافة وحقها الطبيعي في تقرير مصيرها وتقرير مصير الاتحاد اللي هي تمثل منه شيء يزيد على 70%. هذا حد يبقي حد يبقي شيء صالح ويبقي الاتحاد يصلح يصف اهله ويعطيهم الحق بأي حق. تقبض 105 فرق وتعزل منها 33 وتقول عنها هي لا يتقرر تقرر مصير ذي البقية. هذا ما هو في الديمقراطية. القوانين لا شبي تعليم ذا ما هو فيهم. هم اللي أهلوا ما تلاو ذا قابلينه معناها أنه من هذا المنبر. وإحنا شاكرينكم اللي أعطيتونا الفرصة أنا نقولوها. العفو. على أننا طالبين من الجهات والرأي الآخر. على أننا طالبين من الجهات المعنية كاملة وبصفة خاصة وزارة الثقافة على أنها تصف أهل الرماية وعلى أن انتخابات ما شارف عليهم الوزارة المعنية ومعدلين بطرق مسقمة وصالحة ما تلاو مقبولين. وإحنا ما نراجين نولوا القضية اللي يومها هذا والمشاكل اللي يومنا ذا ما نراجين نرجعوا لهم. شلاهي سلكنا منهم الوزارة تقبل مسؤوليتها تتحمل مسؤوليتها وتشرف على الانتخابات وتعدل بصفة صالحة خارج مسألة أخرى نختار الشرع عليها. احنا ما أننا ملودين للطرق الملتوية. أنا صاحبي الوزير الفلاني والله صاحبي الوالي الفلاني حد صاحبه وزير والله والي ما يلا يلود له بطريقة يظلم بها الناس ويظلم بها أهل الرماية إلين يلود له أنه يدخل معاه في ذي القضية معناه أنه ما هو صديق فيه. ونختاره ذي القضية تقبلها لا الناس المعنية بها واللي تعنيها والتدخلات الأخرى الناس ما تلات مستعدة للظلم ما تلات مستعدة لتو اختار يعدل شيء قانوني وصالح وشامل للناس وشاركها كاملة. احنا ذو قوتنا واهل الرماية اخويا اسرة واحدة ولا فيها مشكلة يمشوا يخبطوا في بلد ويقيسوا ولايات موريتاني كاملة. احنا هذا ما فيه الحمد لله دشرف موريتاني ما فتنا عدلنا فيها دورة معناها ان نختار ونولوا ذاك العهد ونختار ونولوا الخاوة والتماسك وذاك كامل. الله فهمتوا هذا هو اللي جميل. جميل يعني السيد زيدان والملاي الزين لو تكرم شكرا السيد الرئيس. يعني زيدان السؤال اللي يطرح راس ضركتيها على ان اصلا الرمايه على ان تعكس نخبويه ونوع من الثقافه ونوع من القيم والاخلاق من المفروض ان يعود يتمسك بهم الشعب الموريتاني والاحداث الاخيره ثبتت عكس ذلك. مدرى هذا يكان نوع من مراحل التردي الاخلاقي على داخلته قضيه الرمايه التقليديه والله مجرد سحابه عابره يعني نتيجة الأسباب تثقل من ممارسات الظلم والضغط على 77 على الأقل فريق محروم من المشاركة حسب قولكم. قرب منك المايك لو تكرمت. هما تي ثنتي خلاص فهم الناس اللي أدى لها الانحطاط للمستوى مثلا من اللي خلق فيه مع الاسف الشديد اللي خلق نهارو ذا اللي دوام الظلم تظلمات اللي ما تشوف روسها ذواتها في الشارة اللي هي هوية الناس كاملة وتقيس وتخسر همها وتقيس البلدات البعيدة وتتكلف من اجل الجو زين عنده. هذا ملي نختار نقول شوي لان نرفع شويه للوراء لان ما حد ان الشارع تضم اكبر عدد من الفرق. كانت المدينه اللي مضيفه لضيفه للشارع كانت تستفاد دائما نتيجه الكم والكيف اللي يحصلوا ورك عاد قليل من الفرق اللي يتنقل شور المدن خاصه المدن البعيده اللي مثلا بعيد من الناس والناس اهلهم. هذا بعض كنت نختار الشرع لي. جميل. شكرا السيد زيدان. نتحول الى محمد والحبيب. محمد والحبيب انت عضو المكتب التنفيذي الحالي للرماية. السيد الرئيس تحدث عن اختلالات قانونية واختلالات بنيوية في هذا الاتحاد في هذه المرحلة، كيف تعقب على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نختار علق لك شوي على قضية هذه الأحداث خلقت يومها بين اللي لابد أن نمنع لابد لم تحدد
انا باصي عضو في المكتب والراعي في كامل اللي خلق همات اياها نعتبر انه بالدرجه الاولى المسؤولين عنه ذي الناس اللائحه اللي شكل الاتحاد اللي غير قانونيه اللي ولدت هو خلق في داخل هذه اللائحه داخل اللائحه الانتخابيه والاسباب اللي خلق لهم هذا نظرا التولوا ظلم ومارس عليهم بمواد القانون وخاصة ولا نقول لك المواد القانون هاي مادة رقم 14 اسمح لي نقول لك انها لاكي في المادة رقم 11 اللي كنتم الصحافة سابقا اللي كانت تسلط عليكم وعد البيلاك اللي تعرف كامل اللي انا ماني قادر هاي المادة 14 قوتها في التمييز عندنا احنا نتملك المادة 11 للصحافة هاي المادة 14 هي السبب يا كامل وهي الاسباب اللي جعلتني ندورة تتغير يا كان الناس تعود تزرق كامله وتحل المشكله. طيب مع الاحداث خلقت اسمح لي نقول لك الاحداث خلقت من داخل اللائحه الانتخابيه. شوف خالق انت خالقنا اهل التنديه. هدوء لو سمحتم. خالقنا اهل التنديه نقال معلنهم ما عندهم الحق نقلعوا من اللائحه. شوف واحد منهم داير في اللائحه وانقلع لاحقا. عنده مشاركاته السنتين الاخيرتين اربع مرات. عنده مشاركتين 2018 وعنده مشاركتين 2019 نادي قالوا نادي النخبة هذا نادي عدد مشاركاته هذا بسلام وكيبوتان ما خاص احد ونرجع ونقول لك النادي يلا يعود يشارك نادي عنده 10 خباطة مثلا حالا ويعود عنده 6 اوتوريزاسيون دو بوردر ويعود مكتمل الشروط هو شارك من الناحية القانونية سنتين الاخيرتين ونطبقوا عليه. الشهد شهر يقولوا شهر الله هنا شهد انسحابات من داخل النادي واسبابها ترجع لاعلى قرب التصويت. دائما يخلقوا اختلالات وضغوطات. قالوا له انت ما تقد ما فيك المواصفات لانك خاص هناك ناديك ما تلقى معك حد منه بقاهم ولا رجاجين وراه جاب مع 10 رواق يكمل بها. سجل من جديد. هذا هو انطبق عليه القانون والصفه والقانون لا يخاطب الاشخاص بذواتهم وانما بصفاتهم. هو الصفه اجبرها في السنوات الاخيره وعاد يزرق. قالت يلا حد يحلم هاي واحده. نادي الثاني نادي قال له رصاص شارك معاهم وهو عنده الاس بي سي عليها شارة نوايب. انت هون احنا هون ظلمنا للنادي. والله ظلمنا روسنا والله ظلمنا الاتحاد. هذا النادي ما يظن قبلوه عندنا ما دام ما جاب لنا رس بي سي على اسمه وعود مطابق مع اسمه والله اذا عاد حول اسمه يكتب به اشعار وزاره الداخليه ونص عليه القانون. خلاه لين عرفوا انه في اللحظه الاخيره ما تزارق لهم قالوا له انت قاعد كنت مارق في اللائحه قالوا له ليه عمليات اقصاء ممنهجه حنيني ممنهجه واللي مكرسها نرجع ونقول لك المكرسه الارتيكل 14 هذا طيب خلينا في الارتيكل 14 هي هذه عمليات خلينا نقول لك هذه الثغور كامله اللي اتخذ المكتب حالي حسب وصفكم على انه لا اسباب الارتيكل 14 طيب ما الصفه في اعتقادكم على انه قد يخلق لملم لهذه تبارك الله ثورتي 20 جاوبك فيه شوف هذا الارتيكل 14 الاحداث خلقوا اهل تطراف طرفين في اللائحة الانتخابية اللي 35 نادي طرفين واحد أقلية والله لكن حسب كلامه واحد أكثرية حسب كلامه ورانا قاعد لسنا إلى ذلك الطرف الآخر أنا هذا عضو في المكتب ورئيس نادي ونادية منتسب للاتحاد غير ندافع عن حقوق الآخرين ما نبقيه من ظلمه هاي 70 نادي ما نبقيها تنظلم ولياس ولا ندافع عنها راك عند الزري راعي رسائل معدلها للوزاره اللي لواك سنه زايده شوف هذه توقيعات الرؤساء واساميهم وارقام هواتف وهذا الرسائل اللي مبعوثه اللي مشيت للوزاره ومشيها بصي عضو في المكتب ورئيس نادي ولاحظت ان الماده رقم 14 انها اللي تخلق ازمه للشارع يوم ما الحل الوحيد دركتي شنو؟ ظهر لي مولانا واقترحت وقلت في البليده على ان التصويت حق للجميع حق للجميع ولا ظهر لي مولانا حد انه ما بيعنوا لين تعود تصوتوا هاي 70 كيب وتصوت يا 35 تنحل المشكله
ما يقد حد يابا عن التصويت شو للي للي 70 كانت مقصية لا يتصوت وهي الأقلية اللي معتبر الأكثرية أنها عند واحدين في 35 لا يتصوت وأنت السيد الرئيس وجماعتك قلت لنا معاكم نجحتك وتحد عليها لا يتصوت نين يجبروا قاش يقولوا أنتم المانع عن التصويت منكم ما بيعنوا لا يابا عنه لا حد لحاجة في نفس يعقوب يابا عنه طبعا لا حد مكرس المادة 14 ونقول لك أنا هو أتيها من المنبر وأعلننا رقم التوجهات اللي عند الدولة وفخامة الرئيس الجمهورية جزاه الله خيرا إن الإقصاء ما هو خالي وهذه حكومة حكومة لا مثلا الناس كاملة شاركتها وتصنت لآرائها ولا هي حكومة إقصاء ولا هي حكومة تهميش نرجو وراجين وعندنا أمل كبير علينا رئيس الجمهورية في ظرف يظروف له إياها إنه لا ينصف هذه قريب من 105 كيبات إنها ما تم حاكمتها 13 كيب 17 35 حاكمتها مادة مسلطة عليها ما تصوت وشكرا جميل طيب دعني أتحول إلى السيد الداه والبها رئيس فرقة الشناقطة يعني احنا الوضعية الآن شنهي الأفاق والسبل اللي نقدو مثلا تتافق بها جماعة الرماية بسم الله الرحمن الرحيم يعني في عجالة تكرمت اسمح لي شوي نختار مبلغ رسالة الأندية تبلغ؟ هي نختار مبلغ رسالة الأندية هو قرب منك يا المايك والطريقة اللي حسك قبيل سألت هون سؤالك اللي سألت به حد الإخوة نختار نشرحه لك شوي عن لماذا الأندية تعود ما تشارك هذا نختار وباط بيه تفضل 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 في عجالة نختار نقول لك عن الأندية السبب اللي تعود ما تشارك عن هذا المكتب من ساعة اللي جاء رفع عليها الأمور كاملة الحق ليسانس ب2000 أدى لها ب5000 الحق المشاركة 60000 سنوية عدها 120 والحق المشاركة الدورية ب80000 عدها لها 150 ومرة عدها لها 200 ولا أما اللي معها كامل ما حاصل أندية في ذاك اللي يالله ما حد ذاخرة تجي واحدين يقبضوا 2000 عمارة واحدين يقبضوا 1000 عمارة واحدين يقبضوا 100 عمارة واحدين قاعد يمشوا عندهم ريسياتهم ما جبروش واحدين يعطاوا لهم الليسانسات مان اللي نتكلم معاك لا هي تغطي في بنتي فيها جميع عروماتي مخلص عنهم عند الاتحاد وهي أدلت معاهم سنة 2016 و2017 ومشيت من الاتحاد ما رأيت ليسانس واحد أسمعته ومعايا ياسر من الأندية نفس الشيء وعدنا نضايقوا في الأمور كاملة وهذا هو اللي أدانا نواسوا هذا هم اللي أخوتنا وزملائنا ما نقدروا نعدلوا مظاهرات في الشارع ولا نقدروا نعدلوا شيء أكثر من ذاك وذا هم اللي خلق يومه ذا في موري سانتر ما لنا مساهمين فيه إحنا ذي في 70 نادي ولأننا مشاركين فيه قطعا من بعيد ولا من غريب ذاك قاعدة تطرح مبررات ولا بطاقة عنه السيدة محمد والحبيب صح ونعتذروا ما اللي عنه للناس كاملة للرأي العام نعتذروا عنه جميل لكن عنا نأكدوا للوزارة ونأكدوا للدولة عنا مطالبنا عنا ندور شفافية في هذه الانتخابات وإشراك هذا العدد الهائل من الأندية ونأكدوا لهم عن هذه 32 اللي حس المكتب يتكلم عنها ما تمثلنا في الانتخابات جميل. ولا ونأكدوا للدولة عن رافضينها الرفض التام ونطالبوا الوزارة الوصية والوزارات المعنية بإنصافنا فنختروا مكتب يسير ذي الرماية تسير شفاف ونزيه وعود ما لله يلتزم بجميع الأمور احنا كأندية نعرف ما لنا وما علينا وملتزمين به والاتحاد ما فيه نادي ضرك لا يقول لك عنه قد خللوا لا الاتحاد السابق ولا اللاحق يعني الماضي من كيف نحل عن فم نادي أسوأ شنه قط ما وفى بالالتزامات يقول للأسف هذا المكتب مارس علينا أمور من الضغوط وخرجنا من الرماية بطريقة خاطرها هو وإكراما له وإكراما لأسرة الرماية ما نقدر نديروا النقاط على الأحرف وما احنا عندنا ياسر نبقى نقوله
غير هذو خوتنا وزملائنا ولا نجرحوهم ولا نقول لهم شيء خاسر ولا نقول لهم اللي قالوا لنا ان شاء الله. شكرا جزيلا السيد الداهب الباهدة يعني تحول الى النجيب والعبيد. النجيب يعني الافق يعني مساحه افق تفاهمات من رايك كانها واسعه بينكم انتم واخوتكم والله ضياقه عما كانت عليه لو تكرم. جيد شكرا. المسافه الافق يواجه عاد ضيق يوما بعد يوم يعود اضيق وذاك لا يتعود ملاحظين لانه المشاركه شفناها تقلصت على سبيل المثال كاس رئيس الجمهوريه الاخير كانت المشاركه فيه شبه تقريبا تقلصت الى 20% من ذاك كان موجود السنه السابق ذاك تقلصت دون ذاك. اذا احنا اللي يجمعنا اللي هي الخيمه اللي نقالها خيمه الرمايه التقليديه. هاي الخيمه ما قد تجمعنا ما هو برؤيه شامله معناها اعاده صياغه القوانين بحيث انها تعود تماشى مع مصالح الناس كامله. غير هذه الدعوه موجهه لمن؟ اعاده صياغه القوانين موجهه للنادي موجهه لكم انتم موجهه للوزاره موجهه موجهه لمن؟ طيب هذه الدعوة موجهة للوزارة المعنية. هو طبعا المكتب ما هو لا يعيد صياغة القوانين بهم دي صلين تايسير مزير ما هو لا يعيد صياغتهم. وبالمناسبة نقول لكم هون احنا قاع القوانين شفت اللي تسمع كامل وذا العياط وفيسبوك ووسائل الإعلام وذا اللي اليوم اللي قاعدين فيه ذا لا أسبوع واحد. احنا يا اخي هذه الجماعه كامله لها اربع سنوات في المحاين هون تقريبا 20% من الانديه ما في الانديه اللي هون عندنا لائحه شو 70 فريق ولا هذيك 32 تقريبا قريب من 30 40 فريق من الانديه القديمه ومنهم نادي الوالد والاخ زيدان والملايزين. بسرعه لو تكرمت باختصار. دوك الانديه عادوا مقاطعين 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 بهم لهذا ما تلف مستواهم. ما تلق ما تلق ما تلقى تصبروا. ما تلاقوا قدوا يصبروا. طيب دعني اتحول الى حين شوي انا هذا عندي رساله. عندك رساله اللي تقولها؟ عندي رساله كنت بي الاسئله. عندي رساله من نادي هو اهم نادي من النوادي الشارع القديم. وهو اكثر نادي جوائز ينقال له الاجوال. وهذا النادي حملني رساله عني مبلغ مطالبه هذه عنه بعض ينشرك زاد هو في, 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 في القضايا اللي مطلوبه اللي هي انصافه كنادي عريق وضايق من المضايقات اللي ما تلقى على الرمايه يجيها وسند مدافع ودرو واستراح منها تبارك الله اطيب الناس جميل. اللي فيه وهذا لا واحد من كثير بيطيب الناس اللي فيه وعزت عليهم انهم ما يعاملوا بذلك كانوا وصلت الرساله اللي يعاملوا به وصلت الرساله وشكرا. دعنا نتحول الى 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 السيد الرئيس يعني كخلاصه لهذه الجلسه يعني شنو هي الرسائل ان كانت هناك المتعدده اللي لا يتمشوا من خلال منبر قناه الوطنيه لهذه الليله. شكرا. اولا نختار سابق الاجابه نقول لك ان اللي قال لك الرئيس حقيقي في نادي الاجواد يقال له نقول لك على 77 نادي دي 77 نادي على انهم اللي تطالبوا نفس الطلب بانصاف وتنطرح لها مكانتها وقلت لها قبيل وهي الحقيقه فاتح صد جوائز وفاتح عدل الدورات في جميع مدن موريتاني ونختار نقول لك ان هاي 77 فريق متمثله فيها جميع موريتاني من مبيكه الاحواش من فصالة نيرة إلى بير مقرين إلى نجاقو متمثلة في هاي 70 ممثلة في ذي 77 فريق. بالإجابة على سؤالك واضح الرماية عندها بعد أفاق مهمة وهذه الفرصة تقد تجبر الله في الوقت الحالي الفرصة مؤاتية لأن الرماية ضرك فيد الوزارة المكتب الماضي منتهية مأموريته وإحنا هو
سواسية، هو رئيس سابق وإحنا رئيس سابق، معناها أننا متقادين ضرك. بالنسبة للوزارة يالتها تعين بعد قاع مثلا لجنة تعود ضرك تسيّل الاتحاد في الوقت الحالي إلين يعدلوا انتخابات. هذو الانتخابات اللي 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 لا يعدلوا يلا الوزارة تعود هي القائمة عليهم ويلا تنصف فيهم الناس كاملة ويلا تعدلهم بصيفة ترضي الجميع كامل، صيفة شفافة ونزيهة وترضي الجميع. هذا منين يخلق الرماية صلحت. وراني لك أنا ما هو طمع مني في الرئاسة بي اللي ما عن دورها ولاني مترشح. يا قائد الاختيار نقول لك أعلني واحد من مؤسسين ذي الرماية وأعلني واحد من أهلها وهوايتي ولاني وحدي ذي 77 فريق معايا كيفي معايا كاملة فيها إن ندوروا نمارسوا رمايتنا هذه ونمارسوا هوايتنا ذي بكل احترام، لا نمارسوها بكل احترام لا منين يخلق شي شفاف ونزيه ونجبروا مكتب جابرين فيه ذواتنا كاملين ونعودوا مصوتين عليه كاملين. هذا هو اللي لا يصلح الرماية، هذا هو لا يصلحها شي، ما هو ذاك لا يتموا فيها لا ذو المشاكل لا قدر الله ولا نراجي انهم يتموا فيها بهم اللي احنا مدى مسؤولة وحاملة الأسلحة ومدى من تحمل الأسلحة معناها انها دارت عليها مسؤولية كبيرة ويالتها تعود في مستوى المسؤولية اللي مطروحة. عندنا عندي مولي سابق باط سابق نختمان سابق دعاك بقلة لين نختمان عندنا رقا شوي عنده رئيس تعقيد. فريق السلامة عنده ملاحظات شوي يختار يقولهم لا ينعطوا مد المايك مشي في الحال يعني في عجالة في عجالة عندك دقيقة لو سمحت أنا أول الوقت ما هو ياسر أنتم على المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فقط بعجالة نختار نقول على أن لياك تنحل المشكلة اللي مطروحة. هذه 77 فريق اللي موجودة هون ما عندها مشكلة مع الاتحاد اللي كان قائم ولا عندها مشكلة مع ذيك 35 فريق، مشكلتها الوحيدة مع المادة 14 وبالتالي نختار وزارة الثقافة وزارة الثقافة تعدل أن أيام تشاورية تتم من خلالها صياغة قوانين جديدة نقدر نمشوا فيها ونصوتوا كاملين. وأشكرك. شكرا. أعطي للأخ سالك والنبي يعني عفوا زيدان والملاي الزين يعني تفضل. أنا نختار نقول قرب كخلاصة لأن احنا في دولة قانون وقطعا لأن في التغيير على جميع المستويات والشارة فاصلة في حد يصلحها واحنا ما لا يصدق أحد على دعواه احنا نقدر ما نصدق ذا اللي نقول يا غير ملي الجهة الأخرى ما يلا تصدق ذاك اللي تقول احنا عندنا حكم قانون والدولة دولة موجودة جميل وطالبين من الدولة كيف فات قال الأخ وفات قال الرئيس لأنها تعين إن لجنة تشرف على الانتخابات إياك يعود إذا مضبوط يعود عنده مصداقية ومشاركة الناس كامل يعود للصالح. شكرا جزيلا. أعطونا نقدو نختم هذه الحلقة احنا ما قدو تمنوا تمدوا المايك. أعطينا هذا المايك لو سمحت. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا تغطية خاصة من قناة الوطنية. رسائل متعددة مشاهدة هذه الجماعة الموجودة فيها شيء موجه للوزارة متعلق بالمادة 14 كيفية معالجة الأمر، فيها شيء موجه للخوت عدم يعني الاصطدام معهم، وفي شيء موجه للأخلاقيات العامة للرماية التقليدية وصفها ثقافة وإرث من المفروض على أنه يتملى محاط بقيم أخلاقية. بكل هذه الرسائل راجين أعلن يتوصلوا الأطراف المعنية إلى اتفاق يحل هذه الخلافات. باسمكم أشكر الرئيس السابق للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية السيد محمد سالم ولا علي فال
وكذلك محمد ولا حبيب عضو المكتب التنفيذي الحالي للرماية التقليدية، وزيدان والملاي الزين، والسيد الداه والباه رئيس فرقة الشناقطة والباه، وأخيرا وليس أخيرا النجيب والعبيد. إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر، هذه تحياتي شيخ المدول بن نجار، في أمان الله.